إلى اليونان، حيث تمكن فريق من خفر السواحل من إنقاذ 13 مهاجرا كانوا يواجهون الغرق في عرض البحر قرب جزيرة ليسبوس. المهاجرون كانوا على متن قارب مطاطي، وينحدر معظمهم من سوريا وأفغانستان، ومن ضمنهم أطفال ومرضى، وقد سمح لهم بالعبور إلى اليونان عبر سفينة تابعة للبحرية اليونانية. ويقدر معدل المهاجرين ممن يصلون إلى جزيرة ليسبوس بنحو 600 شخص يوميا، معظمهم من السوريين والعراقيين والأفغان، بحثا عن اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. وتقول المفوضية العليا للاجئين إن ما يفوق 7200 مهاجر وصلوا إلى الجزيرة عبر البحر في شهر مايو فقط.